دشنا معهد الكويت للأبحاث العلمية برنامج خدمة الطوارئ 112 لذوي الإعاقة السمعية، كل ذلك بالتعاون مع النادي الكويتي للصم ووزارة الداخلية. نعم، البلاغ يعد إنجازا في مجال خدمة هذه الفئة من خلال استلام المكالمات عن طريق لغة الإشارة، سواء كان البلاغ عن حوادث مرورية أو حرائق أو مشاكل صحية. برنامج لتوفير خدمة الطوارئ 112 بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية بالتعاون مع وزارة الداخلية، ثمرة جهود معهد الكويت للأبحاث العلمية متمثلة بقطاع النظم والبرمجيات. الصم كانوا يعانون في السابق في أن في حالة حدوث أي طارئ لهم لا سمح الله ما يستطيعون أنهما يتواصلون مع إدارة العمليات 112، فبالتالي لأنهم ما يستطيعون أنهم يردون على التليفون لما يتصلون فيهم، كان لابد من توفير برنامج أو طريقة تمكنهم من هذا التواصل. فبالنهاية قام المعهد بتصميم وتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع إدارة العمليات في وزارة الداخلية. يتم تلقي أي مكالمات مع الكشف عن موقع تواجد الشخص الراغب بتقديم أي بلاغ طوارئ أو حريق أو حادث مروري لما تتطلبه هذه الفئة من احتياجات خاصة. من خلال هذا التطبيق، واللي إن شاء الله راح ينزل من ضمن منظومة وزارة الداخلية في على الأب ستور وعلى جوجل بلاي، هو يدعم البرنامجين، إن شاء الله راح يستطيعون الأخوة الصم إنهم ينزلون هذا البرنامج، وبالتالي في حال حدوث أي طارئ لا سمح الله يستطيعون من خلال البرنامج إنهما يتواصلون عن طريق إرسال رسالة نصية من الجهاز. الجهاز البرنامج هو اللي راح يعد هذه الرسالة، فبالتالي في الطارئ ما في داعي هو يفكر، راح توصل الرسالة إن شاء الله حق وزارة الداخلية إدارة العمليات ويتم التواصل معهم عن طريق الفيديو كول، وبهذا الأسلوب راح يستطيعون أنهما يوفرون هذه الطريقة في التواصل مع الأخوة الصم في دولة الكويت. يمكن أحب أنوه إلى أن هذا البرنامج أيضا يمكنه أن يساعد ناس ثانيين في احتياجات مختلفة، يعني مثلا نأخذ على سبيل المثال الأخوة اللي مرون في مراحل علاجية أو تحدث لهم عمليات أو تحدث لهم جلطات، بهذه الفترة يصير معاهم لمدة معينة من الزمن عدم قدرة على الكلام. تم الانتهاء من التصميم النهائي وتم تسليمه لوزارة الداخلية ليتم رفعه على المتاجر الإلكترونية الخاصة بالأنظمة أندرويد وآي أو إس، وجعله متاحاً للجميع ليكون عاملاً مهماً ومسهلاً لأعمال الكثير من ذوي الإعاقة السمعية في البلاد. عائشة أحمد، تلفزيون دولة الكويت.